أنا عم بحكي باسم كل تلاميذ شيط الحدود وخاصة تلاميذ ترمينال، أنه نحن عم نعيش بوضع تعب جسدي. أول شيء لأنه عم نضطر نقعد كل نهار قدام سكرين، ثلاث أرباع نهارنا كمان كرمال ندرس ونحضر صفوفنا، وتعب نفسي أكيد لأنه هالشي بيسبب لنا ستريس كتير كبير. ما عم نقدر، ما حدا عم يسترجي يطلع من بيته، ومع كل اللي عم بيصير حوالينا فأكيد بكون تعب جسدي ونفسي. نحن بس يطلع طائرات الاستطلاع والطيران الحربي بيبطل فيه، يعني بيبطأ الواي فاي، وفي أيام بس يصير في قصف بتروح الكهرباء عند بعض من التلاميذ، فهالشي أكيد بيكون إنه بيصير صعوبات للأونلاين. نحن أكيد أنا حابة أشكر أول شيء أساتذتنا ومعلمتنا لأنه عم بيتعبوا كل جهدهم كرمال يقدروا يأمنوا لنا كل شيء بحاجة له، بس هالشيء أكيد بأنه ما بيساوي التعليم بريزنسيال مثل باقي التلاميذ عم تتعلم. نحن عم بيوصلنا كل المعلومات اللي بحاجة لها، بس مع هيك أكيد رح يكون في فرق بيننا وبين غير التلاميذ اللي عم بيعيشوا حياة طبيعية بالنسبة لطريقة التعليم أو الكاليتي تبعه. صحيح نحن عم نتعلم أونلاين بسبب الظروف اللي عم نشوفها، طيران، قصف، ما عم نقدر نوصل على المدرسة، يعني عنا صعوبة تنقل من بيوتنا على المدرسة. وفي كتير ناس تهدمت بيوتهم من وراء المنطقة اللي قاعدين فيها، بتكون مواجهة دغري على الحدود، فتهدمت بيوتهم اضطروا ينزحوا على غير مناطق ويتابعوا أونلاين من غير مناطق، وهيدي صعوبات كتير كبيرة يعني بالنسبة لهم. في كتير تلاميذ وصفوف بيضطروا يوقفوا الأونلاين بسبب الغارة اللي نزلت حدهم وصوت الطيران، فبتضطر المعلمة توقف الصف، بيرتاحوا شوي يمكن بيرجعوا بيكفوا الساعة بس تهدأ الأمور وبيقدروا يكفوا. نحنا كان صارنا شي 15 سنة ناطرين التخرج، يعني هيدا كان حلمنا من واحد نحنا وصغار نشوف اللي أكبر منا عم بيتخرجوا، وناطرين هيدي السنة لنوصل للتخرج، وكنا يعني عم نخطط ومبلشين بمشاريعنا لنوصل للتخرج، بس ساقبت الظروف وما قدرنا وصلنا لهالموضوع.